اختتمت في مدينة أديس أبابا أعمال المؤتمر السادس لوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، والذي نوقشت من خلاله العديد من القضايا المتعلقة بتطوير السجل المدني والإحصاءات الحيوية بالقارة الأفريقية. كما طالب المؤتمر في ختام أعماله كافة شركاء التنمية في أفريقيا بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات المسؤولة عن السجل المدني والإحصاءات الحيوية، داعيا في الوقت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمعالجة قضايا السجل المدني والإحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030. أبرز ما تم في هذا الاجتماع الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في إحصاءات الحالة المدنية، ومنها المملكة المغربية في تجربة السجل المدني. أهم المقتضيات التي خرج بها هذا المؤتمر هو إلزامية التسجيل بالحالة المدنية وأيضا رقمنتها. كما أشار المؤتمر ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الرائدة في هذا المجال، والذي يعتبر المغرب فيه متقدما والذي لاقى استحسان الدول الأفريقية الشقيقة. كما ركز التوصيات على تقديم المساعدات للدول خصوصا منها التقنية. أيضا قرر رفع هذه التوصيات إلى السادة الوزراء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قصد تضمينها في التوصيات النهائية خلال المؤتمر المقبل. الجدير بالذكر أن المغرب سيتولى مقعد نائب رئيس مكتب الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية لمدة عامين قادمين. سيتم التفعيل في السياسات وتمكين جميع الدول الإفريقية للاستفادة من تحسين النظم الإحصائية.